بديرة حسنة اللي اتخذتها وزارة الصحة بمساعدة ديال الوزارة الداخلية في شخص السيد العامل وتنسيق مع السيد الباشا والسيد القائد مقاطعة 11 مشكورين لأنهم خداو واحد المبادرة بواحد الطلب. كنا درنا واحد الطلب للوزارة الداخلية السيد العامل وطلبنا باش يدخل لنا باش وزارة الصحة باش دير لنا واحد المبادرة ديال واحد يعني مختبر متنقل. ايوا ملي جلسنا الاجتماع الاول والاجتماع الثاني كان في واحد النتيجه ايجابيه من طرف وزاره الصحه وزاره الداخليه اللي هما جاوا داروا معنا واحد الاقتراح بانهم غيبداو بواحد النسبه ديال 100 تاجر مختلط يعني لي زونفيرون ديال السوق والناس اللي ما في حالهمش. المهم خدينا واحد النسبه الاوليه هي 100 وغادي يشوفوا الا كانت النسبه ديال الوباء يعني قليله جدا على ضوء هذيك التحليلات اللي غتخرج من هذه المياه هذه وياخذوا القرار ديال وزاره الداخليه ووزاره الصحه. ولكن الا كان على واحد النسبه اللي كتستدعي بانه غتزيد الوزاره تشتغل في هذا المجال غادي تزيد توسع في التحاليل للسوق. إذا تشوف المعايير اللي غادي يناسب الوزاره وباش ياخذوا على ضوء السوق كيفاش الحاله ديالو غادا. وانا كنطمئن كاع التجار ونطمئن كاع الناس. وبالنسبه لبعض الاشاعات اللي كانت كتروج وكتسوق بانه السوق فيه اوباء ولا شيء، انا كنطمئن كاع التجار فهمتيني وكاع الناس اللي زونفيرون في كازا بانه السوق راه الحمد لله راه حنا خدامين فيه كجمعيه ديال التجار ديال طرب غلاف مساعده بعض المتطوعين مشكورين. والسلطات اللي هنا والقياده هنا والباشا اللي كان مساهرين معنا هي مساعده القوات المساعده واعوان السلطه لانهم مشتغلين معنا هذه تقريبا 7 شهور وهم مشتغلين معنا من الصباح حتى الليل فهمتيني. صراحه راه ما كاين والو فهمتيني، كتكون شي نسبه قليله ولكن ما كتستدعيش بانه هو غادي راه 48 ساعه كيجي صحيح هانيته. هذا هو اللي كاين. كالاخوان كاملين دارت وزاره الصحه المبادره ديال التيست وطوعنا كاملين درنا التيست حيت خصنا ضروري نديروا التيست باش نكونوا على زعما على صحتنا وعلى المسائل ديالنا وصافي. هذاك الشيء اللي كاين. مبادره رائعه مزيانه كنتمنوا تعمم على جميع الاسواق وعلى جميع المسائل اللي فيها التجمعات. مبادره طيبه ومزيانه كنستحسنوها مزيان. كجميع الاسواق مجرد اشاعات اختي ما لا ندري الغرض منها شنو هو. السوق كيجيو ليه الناس ما كاين حتى شي مشكل، الناس كاملين تيديروا لي التيست ديالهم، المعقمات كاينين، المسائل كل شيء كاين، ما كاين حتى شي مشكل عند 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 التجار كاملين. مبادرة طيبة من أجل المعرفة إلى أي مستوى وصل هذا الوباء هذا. والحمد لله راه بادرة كنتمناو جميع الأسواق وجميع التجمعات مثلا اللي فيها نفس العدد أنها تدير نفس المبادرة من أجل المعرفة إلى أي حد وصل هذا الوباء والتطور ديالو في المغرب. بصفتنا تاجر في السوق ديال درب غلف، هاد البادره مزيانه ديال التحاليل اللي كانت مجانيه راه بادره مزيانه ولقى استحسان الناس ديال درب غلف والحمد لله هادشي راه خير للبلاد. لا ما كاينش هادشي كورونا، ما الناس خدامه اللي كيحس براسو مريض راه ما كيبقاش يجي للسوق يسد المحل ديالو، الناس واخده التدابير الحمد لله غادي هادشي الناس بدات كتعامل مع كورونا كتعايش معاها هادشي اللي كاين.